ألقوا بالثورة إلى الشارع سيحتضنها الشعب. يعد الشهيد العربي بن مهيدي من الرعيل الأول الذين ساهموا في إعلان وتفجير الثورة، وهو عضو لجنة الستة التي حملت على عاتقها مسؤولية الكفاح المسلح. ولد العربي بن مهيدي سنة 1923 بعين مليلة عرش الكواهي ولاية أم البواقي. والده عبد الرحمن وأمه قاضي عائشة. درس بالكتاتيب وحفظ ما تيسر من القرآن، ثم زاول دراسته الابتدائية والإعدادية بمدرسة لافيجري بناحية الزبان بسكرة، ليتوقف عن الدراسة بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، ويشتغل بمهنة التجارة، خاصة تجارة التمور التي كان يمارسها والده، بالإضافة إلى بعض الأعمال الحرة. أول خطوة خطاها بالمهيدي في طريق الحياة السياسية هي انخراطه في الحركة الرياضية والكشفية ببسكرة سنة 1939 تحت إشراف حزب الشعب الجزائري، ثم بعد ذلك انتقل إلى قسنطينة، وهناك احتك بالشيخ مبارك الميلي وجمعية العلماء المسلمين، ثم انضم إلى حركة أحباب البيان والحرية التي أسسها فرحات عباس وعين فيها كاتبا بأحد نوادي الحركة. شارك في مظاهرات ماي 45 بفعالية كبيرة، واعتقل على إثرها وأودع سجن الكودية بقسنطينة لمدة 3 أشهر. ساهم بعد ذلك في تأسيس حركة انتصار الحرية الديمقراطية سنة 1946، وفي سنة 1947 أيد بقوة تأسيس المنظمة الخاصة الجناح العسكري للحزب، وكان من بين إطاراتها البارزين بصفته نائب مسؤول المنظمة محمد بوضياف على مستوى الشرق الجزائري. وعند اكتشاف الجناح العسكري للحزب سنة 1950 نجا بالمهيدي من مخالب البوليس، واضطر إلى التخفي عن الأنظار ومواصلة النشاط بأسماء مستعارة تتغير بين الحين والآخر، وكان بارعا في تقمص شخصيات حتى أصبح يعرف بالرجل ذو 20 وجها. صدر على إثرها في حقه حكما غيابيا ب10 سنوات سجن. عند انفجار الأزمة الحزبية كان بالمهيدي من العناصر التي لازمت الحياد، وأسست اللجنة الثورية للوحدة والعمل لغرض إصلاح العطب الذي حل بالحزب، كما كان عنصرا فعالا في اجتماع 22 التاريخي، وتم انتخابه ضمن مجموعة 5 والتي أصبحت فيما بعد مجموعة 6. وخلال اجتماع الأخيرة في أكتوبر 1945 أسندت إليه مهمة تفجير وإعلان الثورة في المنطقة الخامسة وهران. ورغم قلة الإمكانيات في هذه المنطقة، إلا أن البطل كان حاضرا في الموعد، وبعد إشعال فتيل الثورة بما عنده من إمكانيات متواضعة إن لم نقل معدومة، اضطر القائد إلى السفر والاتصال بالوفد الخارجي بالقاهرة لتموين المنطقة وتزويدها بالسلاح، وذلك نهاية 55 وبداية 56. عندما حاول الوفد الخارجي تشكيل اللجنة العليا للثورة، رفض بالمهيدي الفكرة وعارضها بشدة أثناء التقائه بمحمد بوضياف بالناظور، مبررا موقفه بحجة أن الظروف لم تحن بعد لتأسيس تلك اللجنة، وقال في هذا الخصوص: إن الشعب يموت ولا حاجة لتكوين قيادة ليس لديها الإمكانيات اللازمة للتسيير من داخل البلاد، ومن أفدح الأخطاء أن تنفصل الإرادة عن الشعب. إن القدرات العالية التي أبرزها الشهيد بالمهيدي في منطقة وهران رغم قلة الإمكانيات هي من أهله وفرضه رئيسا على مؤتمر الصمام في 20 من أوت 56، بهدف تنظيم الثورة وإعادة هيكلتها سياسيا وعسكريا. وخلال هذا المؤتمر تم تعيينه عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ، وهي تمثل القيادة العليا والمركزية للثورة. وبفضل ذكائه وتفانيه في العمل وغزارة أفكاره أطلق عليه زملاؤه لقب صندوق الأفكار، كما أبلى البطل بلاء حسنا في معركة الجزائر الشهيرة سنة 1957 والتي أعطت دافعا قويا للثورة. تلاها إضراب 8 أيام، وذلك باقتراح بالمهيدي الذي أراد من خلال هذا الإضراب لفت إنظار الرأي العام الدولي إلى قضية الشعب الجزائري، وذلك تزامنا مع انعقاد الدورة 12 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أدى إضراب 8 أيام إلى فرض حصار رهيب على مختلف الأحياء الشعبية في العاصمة، وخاصة حي القصبة أين يختبئ بالمهيدي،
ففي الوقت الذي كانت فيه قوة ماسو تبحث عن بن يوسف بن خدة، وجدت بين يديها دون أن تصدق ما حصل بن مهيدي العدو رقم واحد، حاملا لبطاقة تعريف مزيفة تحت اسم عبد الرحمن عبود، وكان ذلك يوم 16 من فيفري 57 حسب تصريحات الجنرال ماسو في كتابه معركة الجزائر الحقيقية. وهنا تنتهي حياة البطل النضالية وتبدأ مرحلة ثانية لا تقل أهمية عن الأولى. عانى فيها البطل معاناة قوية ولقي فيها من التعذيب والتنكيل ما لا يقدر عليه بشر، ومن جملة التعذيب الذي تعرض له سلخ جلدة رأسه وإدخال قضيب حديدي محمر بالنار في فمه، وجميع تلك العقوبات قابلها بالمهيدي بصبر أيوب حتى استشهد البطل دون أن يبوح بسر واحد من أسرار الثورة. إن صبر بالمهيدي وعزيمته وحبه للوطن جعل خصمه بجار يعترف بشجاعته حين قال: لو أملك 10 رجال مثل بالمهيدي لفتحت العالم. ويقول عنه نقيب إيلر، وكان من جلاديه: كان رجلا هادئا في قمة الصفاء، لم يكن خائفا ولم يكن قلقا، يجب الاعتراف بالعظمة والشجاعة للخصم، حتى اسمه الثوري كان حكيما، آلمني فقدان رجل مثله. وباستشهاد بن مهيدي تكون الثورة الجزائرية قد فقدت نصف لجنة الست التي أشرفت على تفجير وإعلان الثورة. من أقوال الشهيد الخالدة: ألقوا بالثورة إلى الشارع سيحتضنها الشعب، قادة الثورة هم وقودها، أعطونا طائراتكم ومدافعكم نعطيكم قففنا، أمرت نفسي ألا أبوح بسر، أريد أن أعذب حتى أتأكد من أن جسدي الفاني لن يخونني. إنكم ستهزمون لأنكم لم تعودوا تؤمنون بشيء، إنكم تمثلون الماضي، أما نحن فنمثل المستقبل. لئن مت فهناك آلاف الجزائريين سيأتون من بعدي لمواصلة الكفاح من أجل عقيدتنا ووطننا. إذا ما استشهدنا دافع عن أرواحنا، نحن خلقنا من أجل أن نموت لكي تستخلفنا أجيال لاستكمال المسيرة.